السلام عليكم اخوان، قواكم الله. الحمد لله على السلامه. الله يحفظ اخوي. الله يبارك فيكم. في دعاء قلبك. الله يدي. الله يعوضكم ان شاء الله. الحمد لله والشكر. الحمد لله على سلامتكم. الله والشكر، ما دام سالمين كله يتعوض. الحمد لله. كله يتعوض اخوي. عوض السالفه. سولفنا السالفه ضايعه علينا ترى، واحد يقول تماس، واحد يقول سياره كي احترقت بمخزن وقبت، واحد والله احنا بمحلاتنا وما شفنا بس الدخان، محلاتنا اللي قدامها ذن مالاتنا همين احترقن، يعني ما نعرف بس شفنا الدخان طلعنا نركض اخذت المخازن بعد ما حسيت طلع علي. شنو السبب؟ ناس تقول سياره، ناس كل من يحكي شكل. ماكو لحد الان ماكو حكايه. اي كل من يحكي شكل. يعني احنا بناء بالمحلات ما ندري، يعني الدخان صار من ورانا شنو السبب ما ندري. ذيك اللحظه ما حد يقدر يسولف، يقول لك مثل سياره لو تماس كهربائي. يلتقي بالوضع. يلتقي بالوضع، قمنا بس نسوي بالغرض نطلع بينا. شوفت عينك. شوفت عينك. ايش قد والله تقريبا المخازن هنا؟ سائل عدد شارع كامل. شارع تقريبا لا مو سهل والله. بدل قدام لجوا هم. صحيح والله. يعني هذا يقول لك ابو البيت العراقي ب 60 شده ما ادري ايش قد مسوي، وغيرها بالدراجات وغيرها المخازن. يعني اقل محل يجوز 10 شدات 8 شدات. اي هيك ارقام. اي يعني واي شوف 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 الوضع. ناس ظل بس تباع على حلاله شلون محترق. اي والله كارثه. يساعدهم. الحمد لله وشكر. يساعدكم والله يكون بعون. الحمد لله وشكر، ما دام الناس سالمه كله يتعوض. الحمد لله. ولو ما جاب الهين بس هاي شو تسوي؟ ما بيدك شيء. هاي بعد ايه ما عمره صار بعد ما ايه لا ما بيدك شيء. الحمد لله طلع. وصلوا الحشيد والشرطه الاتحاديه الدفاع المدني خطيه بالموت، الله وكيلك موت طب من جو امه. صارت رماد بعد. اي رماد ما قدروا يعني يطفون وما قدروا حتى ذن الشوكيات. شنو هو الخزن هسه؟ مواد كهربائيه هسه انا اللي شفته مواد كهربائيه، واحد قال لي تبريد، وواحد قال لي دراجات، وواحد قال لي كل شيء. هن سولفوا ولا كل شيء؟ هن كلها مخازن كل شيء. شنو اللي ببالك هنا؟ من اجهزه كهربائيه، محلات مال دهن، يعني مال ابو الدراجات كلها تساعد. بس اكثر شيء الاكثر شيء اجهزه كهربائيه هالمحلات اللي على الشارع. الله يكون بعونكم. الحمد لله. جزاك الله خير. فدوى القلب اخوي. يعوضكم ان شاء الله بالخير والافضل. الله يبارك فيك.